صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في بلادنا في السودان رجل يدعي أنه عيسى بن مريم، مع العلم أن له مؤلفات عدة في هذا الأمر، وأنه نزل من السماء، وأن له أتباع على ذلك. والسؤال: ما هي العلامات التي تسبق نزول عيسى عليه السلام؟ وما ردكم على مدعي النبوة هذا بأنه عيسى بن مريم؟ سبقه كثير من المتنبئين كالقادياني. القادياني ادعى أنه عيسى بن مريم، ولا يصدق بهذا. عيسى بن مريم عليه السلام له وقت وله علامات مذكورة في الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أقدم معنا عيسى أن عيسى عليه السلام ينزل وقت ظهور الدجال، وله بالسودان. عيسى ينزل في الشام ويقتل الدجال، هل هذا قتل الدجال ونزل في الشام؟ نعم.